العلاج الطبيعي بياخد وقت، ولكن في تحسن، ويمكن النهارده نشوف بعض الاطفال واسرهم هم يحكوا لنا التجربه. لكن الجديد ان وده انا بخص برنامج حضرتك بيه، ان ده العلاج اللي قبل سنتين. طب والولاد اللي فوق سنتين؟ احنا كان مسجل عندنا حوالي 203 حاله. طبعا في حالات بتتوفى للاسف. لما اعلنا بمبادره السيد الرئيس، والحقيقه خليني اقول لك ان الاراده السياسيه بتقدر تعمل المعجزات، مش بس ان في قدره تنفيذيه عند الوزير المختص، قد ما كمان في اراده سياسيه بتحل للوزير المختص كثير من العقبات حتى لو كانت مع شركات دوليه. مجرد ان هم يعرفوا ان في اراده سياسيه بيبقى التفاوض مختلف كتير. يعني الاطفال اللي احنا لما اعلنا المبادره وسياده الرئيس اعلنها مكان بسيادته بيدشن حياه كريمه، شفنا عملنا 25 مركز فحص، استقبلنا فيه حوالي 3635 مريض، لقينا منهم ضمور عضلي حوالي 153. يعني مش كل ال 3600 عندهم ضمور عضلي، اللي ضمور عضلي شوكي 153، منهم 109 فوق سن سنتين. ودول اللي انا بصدد ان انا اقول لحضرتك عليهم. طبعا احنا ال 44 اللي دخلوا في اللجان العليا احنا ادينا منهم لغايه دلوقتي 23 حاله. 23 ده رقم كبير. وكل ما بنأهل مريض بندخله على طول، العلاج متوفر، تمويله بقى مستدام الحمد لله. الاتفاقيه كانت اتفاقيه عظيمه جدا جدا وتاريخيه في حياه الشركه وفي حياتنا وفي المنطقه وفي العالم الحقيقه. يمكن حتى هنقابل المسؤولين في الشركه، لان هم بيقولوا ان مصر هي الدوله الوحيده في العالم اللي ادت 23 طفل في شهر اغسطس. الجديد ان احنا فوق السن سنتين ليهم علاج، بس العلاج مش حقنه واحده مدى الحياه بياخدها وانس، يعني مره واحده، لا ده بياخد علاج مدى الحياه، وكل ما بيزيد سنه ووزنه كل ما بيزيد جرعات العلاج. الحمد لله احنا اتفقنا مع الشركه المصنعه الثانيه وجبنا علاج ال 109 طفل الموجودين. وهقول لحضرتك احنا الكنترول بتاعنا والاستراتيجي ازاي. ال 109 دول فوق سن سنتين، دول هياخدوا العلاج خلاص. احنا اوجدنا التمويل المالي باستدامه، واحنا كل ما بنعمل مبادره زي دي بنفتح في صندوق تحيا مصر حساب ليها، بنجيب كل التمويل ونحطه فيها حتى اللقاحات. الحقيقه اللي احنا بنعمله دلوقتي ان في عندنا 109 تم تشخيصهم فوق سن سنتين، دول هياخدوا علاج مدى الحياه ومعانا فلوسهم مدى الحياه. كل اللي اقل من سنتين ان شاء الله هنأهله انه ياخد الحقنه، فاي حد اي حاله جديده هتبقى مؤهله عشان ما وصلتش لسنتين انها تاخد الحقنه ونأهلها. طيب وايه كمان؟ اتفقنا مع الشركه وبدأنا ان احنا الكشف المبكر من والطفل جنين في بطن امه، ازاي نقدر نتوقع ونكشف مبكرا. فبقى عندنا الموديل كامل، الكشف المبكر، العلاج قبل سنتين، والعلاج بعد سنتين مدى الحياه. فدي خبر كل عظيم الاهالي اللي عندهم الاطفال فوق سن سنتين. احنا الحمد لله وفرنا لهم العلاج، وبقت منظومه علاج الضمور العضلي متكامله من اول كشف لغايه علاج كل اللي عايشين في مصر عنده ضمور عضلي. دي الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي عملت التقدم السريع ده في الوقت القياسي ده. ده خبر حقيقة عظيم، وأنا سعيدة إن حضرتك بتقول لنا الخبر ده وكل الأمهات والأسر اللي إحنا ياما استقبلناها وهنشوفهم تاني. ده خبر عظيم إنه العلاج لم يتوقف فقط عند تحت سنتين، ولكن مدى الحياة اللي فوق سنتين. ده خبر اكيد هيفرح اسر كثيره. واسمحي لنا سياده الوزيره ان احنا نتابع بقى جولتنا في معهد ناصر، احد المراكز اللي بتطبق او بيتلقى فيها الاطفال هذا العلاج.